فينش. انا هون عشان عملت رانك يعني خلاص. ايه الهبل اللي حصل في اللعبه ده؟ الله الله، مع ان اللعبه كانت مهيسه بس ماشي. ايه يا جدعان عاملين ايه؟ انا مصطفى كالعاده اكيد يعني، وفيديو جديد لبلاك اوبس 2 مالتي بلاير. لسه بتعلم اللعبه، كان شاف الفيديو الاولاني. اول مره العب في الماب دي برضو، مش عارف ايه الليله. تقريبا اكتشفت ان البتاع ده بيظهر ال شيت. كنت باصص في الماب فجاه لقيته بقى جنبي، مش عارف ازاي بيظهر الانمي. بعديها حاجه كويسه انك ان هو ساب كل ده وقت ان انا عم خلي عند امك لما بقى. مفيش حد قريب نهائي، ينفعش اخدها تاني؟ ينفع. جرينيد هيز دان. هو بيبيت في الارض ليه؟ مش فاهم. لا لا لا. انا ما بحب اتفزلك واعمل فيها. اعمل في حد فوق. بموت موتها تخبيه. ريلودينج. اوكي هيروح ينيف. انا كنت عارف هو فينه من الاخر برضه. مفيش فايده. هو الحيوان اخد سلاحه. ايه ده؟ السلاح ده شبه سلاح تور سترون اسم البتاع. هو فجعني يخرب بيته. I've got you. ايوه وبعده؟ هو مش هيبقى خلاص. Transitioning. Oh, حركة غبية. انت عارف ان انا هموت. لا بس هو في حد جا عمل له سبورت تقريبا، مش عارف تبعنا ولا تبعهم، بس في الاغلب هو ان هو تبعهم يعني. بس كان سلاح حلو الصراحة، راح مني. لا تبعنا ده، تبعنا ده. Objective almost complete. Don't quit now. ماشي يا عم. مش بكشف حاجة وحشة. اوه ما هنا مش عارف ما تحت ده فوق. هو انا كده لما احب اتفزلك باخد على دماغي على طول. في واحد جوه. طلعتش ليه من بدري؟ ما ببصش، ببص يمين. مش عارف ليه انا بتعامل مع اللعبه كاني لسه بلعب باتل فيلد. مش عارف ولا هي بتلعب كده ولا ايه بالظبط. مفيش حد هنا. في واحد فوق. مفيش حد هنا صدى الفوق ده. طيب حد منك يا بيبي.
10 كيلات يعني نقول اداء يعني مش عارف اقول ايه بصراحه. بس برضو كالعاده اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اشتركوا في الفيديو. سلام. اوه انا الفاينل كل كام. ايوه ديلو قاعد نلاقى ايه الناس دي كلها جتني فين.